وأول حاجة يعني أننا في كيف ما قلتي لأول مرة في تاريخ ديال فريق حسنة أكادير أن غادي يتأهل نصف النهائي. هذا شرف لينا حنا كلاعبين فريق حسنة أكادير، يعني ما نقولوش دخلنا التاريخ يعني، ولكن حنا طامحين صراحة. إلا جيتوا تشوفوا يعني هاد الموسم هذا في كأس الاتحاد الإفريقي، فجو الفرق المستوى ديالهم تقريبا يعني كي متقارب، فما علينا الا نكون سطراو في هذا المجال هذا ديال كاس الاتحاد الافريقي، ونكون سطراو 100%. الان نساو هذه المقابله ديال الربع النهائي، يعني اننا بهذا الفوز هذا جميعا نحاولوا نكون سطراو في المقابله ديال نهضه الزمامره اللي جد مهمه بالنسبه لنا على هذه المقابله ديال اليوم. كنظن على ان اليوم فريق الخصم كان هو جاي وما حطش السلاح ديالو انه يجي باغتنا ويحاول يفوز في هذه المباراة، ولكن حنا ما مسموحش لنا أننا نظهروا بشكل غير جيد في هذه المقابلة هذه سيرتو في الميدان ديالنا، رغم أن النقص اللي كان اليوم هو الجماهير ديالنا، فصراحة بالدعم ديالها وبالتشجيعات ديالها كتزيد تحفزنا وكتزيد تخلي المقابلة أنها تمر في واحد الريتم اللي سريع وريتم اللي كيكون في المقابلة طالع. فكنبغي نهدي اليوم هذا الفوز هذا من هذا المنبر هذا، ومازال تابعنا مسار طويل لا في البطوله الوطنيه وفي كاس الاتحاد الافريقي، لاعبين عازمين ان شاء الله باذن الله في البطوله باش نحاول نخرجوا من هذه القوقعه ديال النتائج السلبيه، وعازمين ان شاء الله باش سيرتو دابا دزنا لدوم الفينال والمباراه الذهاب غادي تكون خارج الديار. لازم علينا نديروا الجهد ونديروا الكل في الكل ان شاء الله باش نحققوا المتطلبات ديال الجماهير ولا المتطلبات ديال النادي، وتحنا كذلك كلاعبين صراحه نستاهلوا اننا هذا الجيل هذا الجيل يعني منذ 3 مواسم هو كيشتغل مع بعضه، وخصنا نديو شي لقب هذا الموسم هذا ان شاء الله، على الاقل نمشيو للفينال ان شاء الله، ونحاولوا نديروا يعني المجهود ديالنا، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا باذن الله. اكيد الفريق خصم يعني ظهر بوجه مغاير، لانه حتى هو تيلعب الكبرياء ديالو، عنده لاعبين دوليين، بغى يبين بان داك يعني الاخفاق ديالو في القاهره ما تيبينش الصوره الحقيقه ديالو. فعلا انه فريق من تتاهل ربع راه عنده امكانيات، وكان في مجموعه حارقه في دور المجموعات، دونك خلق لنا متاعب كما قلتوا، فغياب الجمهور فهو اثر يعني الاداء ديالنا بصفه عامه، لكن الحمد لله في الاخير فالنتيجه كانت لصالحنا. يعني اللاعبين يعني بالقتاليه ديالهم في غياب الجمهور، حنا متعودين ان ندخلوا الجمهور، وبكل صراحه ملي دخلت ليشوفمون تفكرت الاحتفاليه الكبيره اللي كانت الموسم السابق مع الزمالك، تاثرنا بكل صراحه، لكن ظروف القاهره خلاتهم ما يحضروش، الصحه ديالهم والوطن المغربي اهم من اي شيء، اهم من مباراه في كره القدم، لان في الاخر هذه راه غير كره. دونك هنيئا لينا، اول مره في التاريخ ديال الفريق موسم استثنائي بغض النظر عن التاخر ديالنا في البطوله، لان حنا الفريق الوحيد اللي وصل دابا نصف النهائي في المغرب وصل نهايه ديال كاس العرش، دونك كان مباريات كثيره، كانوا اصابات، كانت البرمجه اللي ما كانش رحيمه بينا في وقت من الاوقات، 3 المباريات خارج الميدان، دونك مجموعه من الاشياء اللي اثرت وخلتنا نحتلوا مؤخر الترتيب، ولكن ان شاء الله التاهل هذا غنستمروه ايجابيا في البطوله المحليه. ما ننساش نشكر الساهرين على مركب ادرار، الارضيه الجميله بكل صراحه اللي تتساعدنا احنا كلاعبين في اننا نطبقوا ذاك الكره الحديثه اللي معروفه لحسن اكادير. مشكورين الحمد لله، هذا الموسم الثالث ديالي، ما عمر شي مباراه شكينا فيها في يعني من سوء ارضيه الملعب، دائما يعني في المستوى، تنشكرهم بكل صراحه، لان الارضيه تتساعد بشكل كبير اللاعب على ابراز المؤهلات ديالو، حتى اللاعبين ديال النصر اللي بي فهما عندنا هذه المباراه فهما تحدثنا بزاف معاهم على الجانب هذا. دونك الحمد لله نشكر جميع المكونات حسنيه اكادير، جمهور، طاقم تقني، اداره، منخرطين، اعلام محلي، والمسؤولين على مركب ادرار، لان هادو كاملين ساهموا ساعدونا ان شاء الله الحمد لله باش نتاهلوا لهذا الدور هذا.